السلام عليكم بابا. تلاميذ الصف السادس ابتدائي، أخذنا في الدرس السابق من الحديث الشريف تحريم الغيبة صفحة 65، وهذا الحديث بابا للشرح. شرحنا قرينا معاني الكلمات مالته، وشرحنا من خلال المعنى العام وأهم أرشد للحديث. نأتي إلى حل مناقشة الحديث صفحة 67. عندنا النقطة الأولى، عرف الغيبة، وهل تقتصر الغيبة على القول باللسان؟ وضح ذلك. باب الغيبة هنا تلقاها بأهم أرشيد الحديث. تعريفه هي ذكر الآخرين بالسوء وفضحهم في غيابهم. هي ذكر الآخرين بالسوء تعريفه وفضحهم في غيابهم. والغيبة حرام سواء كانت قولا أم فعلا أم إشارة. هاي جواب النقطة الأولى من المناقشة. النقطة الثانية، اكتب الحديث الشريف واذكر آية كريمة تحرم الغيبة. طبعا الحديث الشريف هذا باب موجود، هو الحديث للشرح، لكن حل مناقشته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الغيبة حرام على كل مسلم، وإن الغيبة لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. والآية القرآنية التي تحرم الغيبة هي هاي، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هاي الآية التي تحرم الغيبة. هاي ما يخص النقطة الثانية من المناقشة. النقطة الثالثة، ما معنى تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؟ بابا جواب هنا يقول إن الغيبة تمحو، معناته إن الغيبة تمحو حسنات من يغتاب الناس فتمحى حسناته وتذهب كما تحرق النار الحطب ولا تبقي منه شيئا. النقطة الرابعة، إذا استغفرنا الله تعالى فهل يغفر لنا؟ إذا واحد استغفر من الغيبة فهل يغفر لنا؟ بابا هاي هنا جوابها يقول: فحتى لو استغفرنا منها، يعني من الغيبة، فحتى لو استغفرنا منها فلن يغفر الله لنا إلا بعد أن يغفر لنا من اغتبنا. فيجب اجتناب ذكر عيوب الناس وكشف ما ستره الله تعالى عليهم. النقطة الخامسة، هل يجوز الاستماع إلى الغيبة وما الذي يجب علينا فعله؟ جواب بابا في نفس الصفحة، صفحة 66، نقول لا يجب علينا، كما يجب علينا اجتناب الاستماع إلى الغيبة، يجب علينا اجتناب الاستماع إلى الغيبة، فمن يستمع إلى الغيبة يكون شريكا فيها ويتحمل إثمها، لذا علينا اجتناب الاستماع إلى الغيبة والدفاع عمن يغتابه الآخرون أو ترك المكان. إذن لا يجب الاستماع إلى الغيبة وتجنب الاستماع إلى الغيبة، ويجب علينا عدم المشاركة، فمن يستمع الغيبة يكون شريك فيها ويتحمل إثمها، لذا علينا اجتناب الاستماع إلى الغيبة والدفاع عمن يغتابه الآخرون أو ترك المكان. نقطة سادسة، ما الأسباب التي تجعل بعض الناس يغتاب الآخرين؟ شو الأسباب التي تجعل بعض الناس تأخذ غيبة أو تغتاب الآخرين؟ باب الأسباب يقول إن الغيبة، هنا جوابها في صفحة 66، إن الغيبة تكون نتيجة الحقد أو الحسد أو الغيرة، وعلى المسلم أن يتطهر من هذه الصفات الخبيثة. إذا الغيبة هي نتيجتها، يعني نتيجة الحقد والحسد والغيرة، واحد يعني الشخص يأخذ غيبة وذلك بسبب الحقد أو الحسد أو الغيرة، وعلى المسلم أن يتطهر من هذه الصفات الخبيثة. النقطة السابعة، اذكر الحادث والتشبيه الذي شبهه رسول الله صلى الله عليه وآله لمن يغتاب غيره. هل تغتاب أحدا بعد هذا التشبيه؟ بابا جواب هنا في صفحة 66، يقول: يروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه جماعة من الناس قد مروا برجل عاقبه النبي صلى الله عليه وآله لذنب ارتكبه، فاغتاب رجلان منهم ذلك الرجل، فسكت عنهما رسول الله صلى الله عليه وآله حتى مروا بجيفة حمار ميت، فأشار الرسول صلى الله عليه وآله إلى جيفة الحمار ودعاهما إلى الأكل منها، فاستغرب الرجلان من ذلك استغرابا شديدا واشمأزت نفساهما، فبين لهم النبي صلى الله عليه وآله إن اغتيابهما لذلك الرجل أقذر من أكلهما لهذه الجيفة وأقبح، وفي هذا
تنفير عظيم عن اغتياب الناس، لأن الغيبة تذهب الحسنات وتمحوها كما تحرق النار الخشب وتمحو. هذا ما يخص بالحادثة والتشبيه الذي شبهه رسول الله صلى الله عليه وآله لمن يغتاب غيره وهو بمن يأكل جيفة حمار ميت. هل تغتاب أحدا بعد هذا التشبيه؟ هذا باب كل ما يخص بحل مناقشة الحديث الشريف تحريم الغيبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.